عن ما تداولته مؤخراً بعض وسائل الإعلام بخصوص الاجتماع المرتقب بين الجزائر وبين فرنسا يوم 7 جوان المقبل لتحديد موعد لاستعادة ما تبقى من رفات الشهداء من رموز مقاومتنا الشعبية الذين نكل بهم الاستعمار الفرنسي وأعدمهم قبل ترحيل رؤوسهم الشريفة إلى بلاده، والذين لا زالوا محتجزين في متاحف فرنسا بحجة الدراسات الأنثروبولوجية، وهو انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية الذي نعتبره في حركة البناء الوطني ابتزاز ومساومة واضحة من لوبيات كولونيالية ومن بقايا استعمار ومن دعاة العنصرية الذين لم يتخلصوا بعد من عقدة الجزائر فرنسية وليس جزائر مستقلة. وإذ نعبر اليوم عن شوقنا الكبير لاستعادة المجموعة الثانية من رفات شهداء مقاومة الجزائر الذين ضحوا من أجل الأمة الجزائرية وسقوا بدمائهم شجرة الدولة الجزائرية الحديثة التي غرس جذورها الأمير عبد القادر رحمة الله عليه ومن معه من الأخيار، أقول إذ نعبر عن كل تلك الأشواق نطرح هنا سؤالاً مهماً، وهو ماذا بعد ذلك؟ ماذا عن الملفات التاريخية العالقة والذي لا زال مسكوت عليها؟ ماذا عن ملف الأرشيف الجزائري المهرب الذي ترفض السلطات الفرنسية تسليمه؟ ماذا عن ملف التجارب النووية التي أجرتها في صحراء الجزائر؟ ماذا عن ملف المفقودين خلال ثورة التحرير؟ ماذا عن ملف الاعتذار الرسمي والتعويض عن جرائم الاحتلال وعن تحويض أسرى الضحايا الذين لن يسقط بالتقادم أبداً؟